حيت هذا غيدوز الهيبه بريس. النقل المباشر ديال الهيبه بريس. شنو وقع؟ هيبه بريس من الاول. الله يطول عمرك، شنو وقع الله يخليك في هذا السوق ديال القريعه؟ هذا السوق ديال القريعه مع شي 12 ونص مستقلات عيطوا لي قال لي اجي غير العافيه شعله في القريعه. اييه. جيت كنزول جيت كنشوف جوج محلات. جوج محلات اللي كان فيهم في الاول. كاينين هنا مول الزيتون. اييه. نجار ونجار ونجار. شي خمسة نجار. سعيد عبد الله عبد المولى هو الضحيه الكبير، واحد السيد كيقول لي المولى معمرني. شحال ديال الخسائر تقريبا وشحال ديال المحلات اللي شفت فيهم هذه الحريقه؟ المحلات هي باقا شاده ديال واحد اثنين ثلاثة. غير الاحصائيات الاوليه. ستة هي دابا غادا ثمانية المحلات وهذو اللي الواجهة وعاد الاخرين. دابا كنا رجال المطافي كنا غادي نمشي ثلاث ستة بلاصة. هي دابا كانت في الاول على جوج هي ثمانية المحلات. كنشكروا الناس اللي جاوا رجال المطافي اسباب من ما نعرفوش. القضيه المدنيه قرب اخويا القضيه المدنيه اللي كانت اللازم ديالها الحمد لله تلقاو ست باب تما والناس تما مزيانين راه ذاك يلقاو العام ذاك راه غادي تفتحها. هذا معايا في السوق هذا عنده محل جاو الناس تما مضرورين بزاف. خاص عبد المولى مضرورين مسافر ومول الزيتون الله يعوض كل واحد الله يعوض كل واحد في الدعاء ديالو الله يعوض يخلف الله ما دار هادشي سبب ديال الله هادشي هادشي مع 10 الحريق تقريبا مع 10 الحريق تقريبا تقريبا نقول لك يعني بالضبط 12 ونص الباب الباب هي دابا شحال الساعة هي دابا الوحدة و48 دقيقة هذا الحاج ديالنا هذا الامين ديالنا الحاج انت هذا هو الامين ديالنا انت الامين ديالنا علاش هادشي اللي طرا اليوم شنو الاسباب؟ صافي راه جي عيطوا لي من الطريق دابا واحد المصيبه قال لك هنا يقولوا لي مولاي حنا كاين وحده بالزبل تما وداك الشيء كيبان تما هما اللي داروا هاد المشكل. شحال ديال الخسائر تقريبا اللي كاينه دابا؟ الناس راه محل بغيت تبني دابا راه يطلع لك ب 20000 درهم يعني بلا السلعه ديالو بلا عمر مزيان السلعه ديالو كاين هاد الدري هنايا عنده الفونج هنايا عنده النوام بزاف ديال اييه طابين سي يعني واحد الفون راه هو هو مول الزيتون الناس راه زعما راه ما عندهمش راه واحد الناس راه مول الزيتون داك سعيد سعيد فقير هذاك عمر مول الزيتون عمر مول الزيتون هنايا واحد كيقول لي ولد عبد السلام وعاون الله ولد البهلول كلهم يعني مازال ما جاوش شافوا الضرر اللي عندهم باقي يلاه كنعيطوا عليهم. انت سمعتي الامين ديالنا يلاه ساق الاخبار جاي ما كانش هنا كان خارج هو يلاه معيطين عليه لا حول ولا قوه هذا هو رئيس الجمعيه ديالنا يعني السي محمد وتشتيوي السي محمد شنو الكلمه اللي بغيت تقول على هذا الواقع؟ نقسموا الله ونكتبوا شنو الاسباب اللي غتكون على هذا الشيء هذا يعني؟ الاسباب واحد كيبات هنا كيبات المتشردين يعني كيباتوا المتشردين ولا؟ ماشي متشردين ولكن راه بحال المتشرد راه صراحه كيباتوا هنايا. مرحبا. اه
شكرا شكرا.